بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر لوجيان أن مشروع جنوب المطلع يعد أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت، مشيرا إلى أن أول ترخيص بناء للمواطنين في المدينة سيبدأ في ديسمبر 2018. تم بحمد الله تعالى اليوم توقيع أكبر عقد في تاريخ المؤسسة وهو مدينة جنوب المطلع مع تحالف شركتين عالميتين، شركة ساليني الإيطالية وشركة كولن التركية. قيمة العقد 288 مليون دينار كويتي، طبعا خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية الرئيسية للمدينة التي تقع على 100 كيلومتر مربع. التنفيذ الرسمي للبنية التحتية هو بتوقيع العقد الحالي. بتوقيع العقد الحالي إن شاء الله ستقوم المؤسسة بتسليم الموقع 100 كيلو للمقاول في غضون شهر ونص وبالأقصى شهرين، يباشر فيها المقاول في الفترة التحضيرية في بداية العقد، ولكن العقد يبدأ إن شاء الله بعد مباشرة المقاول في حدود 45. ولمزيد من الحديث حول هذا الموضوع يسعدنا التحدث عبر الهاتف إلى النائب فيصل الكندري رئيس اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة. أهلا وسهلا بك سعادة النائب، ومباشرة إلى الموضوع. العقد يعتبر خطوة مهمة في الطريق لحل القضية الإسكانية، حدثنا بداية عن الدور الذي لعبه مجلس الأمة في تسريع وتنفيذ هذه الخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين نتقبل طاعتكم ونقول حق السادة المستمعين كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مقدما للعقد. طبعا الدور كان المجلس دور محوري ورئيسي، وطبعا ودور المواطنين هو الدور الاساسي كان، لان المجلس مشكورا عمل استبيان، ولاول مره سوى اولويات المجلس من قبل المواطنين، وكانت اولى اولويات المواطنين هم طبعا الشريحه الكبيره الشباب الكويتي اللي هي القضيه الاسكانيه. فعلا كل شاب في الكويت الان سجل في الرعايه السكنيه ينتظر هو البيت، بيت العمر احنا نسميه الكويتين يعني. فكانت يعني اولى خطوات المجلس هي تشكيل لجنه مؤقته، وكلفت لله الحمد من زملائي اعضاء مجلس الامه الذي امانه يعني اعضاء اللجنه الاسكانيه وايضا اعضاء مجلس الامه الاخوان زملاء، ما لقيت منهم الا كل تعاون في كل قانون، يعني تم تعديل بعض القوانين وتم سن بعض القوانين لفعلا تسريع ومساعدة الإخوان في الرعاية الإسكانية للقيام بهذا الدور الكبير. ومن خلالكم أشكر معالي وزير الإسكان الأخ ياسر أبول على جهده وعلى تفانيه في هذا العمل، وعلى فعلا يعني هو واخوانه الفريق الفني الاخ فارس المدير العام بدر قيان، وايضا مساعدينه، وايضا كل شباب وايضا خواتنا اللي يعملون في الرعايه السكنيه كان لهم دور في فعلا نعم. تسريع الحركه الاسكانيه وتوفير البيوت لشباب الكويتي. اليوم احنا نتكلم على عقد المرحله الاولى المطلع، احنا نتكلم على اضخم مدينه في تاريخ الكويت. نعم. نتكلم على 100 كيلو متر مربع، نتكلم على 400,000 نسمه سوف تسكن في هذه المدينه المتكامله. هي مدينه متكامله راح تكون باذن الله تعالى. طيب النائب فيصل الكندري، خطوة العقد خطوة كبيرة في طريق حل الأزمة أو قضية الأزمة الإسكانية، لكن ما هي الخطوة المقبلة التي سيقوم بها المجلس من أجل سرعة تنفيذ هذا المشروع أولا، والمشاريع الإسكانية المستقبلية الأخرى؟ احنا لله الحمد سنينا أيضا قانون آخر قانون اللي كان في الجلسة السابقة اللي كانت يوم الأربعاء الصادف، اللي هو حق الرعاية السكنية في المشاركة مع كانت أجنبية بالدخول في الحصة العينية اللي هي الأرض، وهذه فعلا إن شاء الله هذه الخطوة القادمة راح أيضا تسرع من حل المشكلة الإسكانية. نأمل بإذن الله تعالى أن نخفض طول الانتظار من 15 سنة، وهذا الهدف اللي احنا قاعد نسعى له ك يعني لجنة إسكانية وكأعضاء مجلس الأمة للوصول إلى الدور إلى 5 سنوات فقط، بذلك يحصل المواطن على حقه في الرعاية السكنية. لا أنسى طبعا الدور الكبير يعني والأساسي والكبير لوالدنا الله يحفظه صاحب السمو في تبنيه القضية الإسكانية وأيضا متابعتها للقضية الإسكانية، أيضا دور سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الذي فعلا سهل لي
للاخ معالي وزير الاسكان جميع العقبات بالتعاون مع جميع الجهات الحكوميه لتسليم الارض للرعايه السكنيه. امانه هي كانت مشكله كبيره، تراكمات طويله، قوانين عقيمه، نعم. تحديات كبيره امامنا كانت، لكن الحمد لله اليوم احنا نقول ونبشر اخواننا الشباب الكويتي والمواطنين بان الحمد لله القضيه الاسكانيه في وليس في طريق الحل، ولكن الان بدا قطارها وان شاء الله سنستمر في 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 هذا التوجه حتى فعلا يعني تصبح الكويت ليس همها القضيه الاسكانيه او القضيه الصحيه والقضيه ما تكون الكويت تطلع الى اليوم احنا ودنا كنا نتكلم على مشاريع كبرى حق البلد، نعم. لكن هذه قدرنا اليوم نواجه في هذه التراكمات، لا ندعي الكمال، ما زلنا مقصرين، ولكن سنعمل باذن الله بما يحقق طموح الشباب الكويتي باذن الله تعالى. كان معنا النائب فيصل كندري رئيس اللجنه الاسكانيه بمجلس الامه، شكرا جزيلا لك.